بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. الآية اللي معانا النهاردة ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.